هات قلي يا مصطفى باشا، قواتنا جاهزة؟ جاهزة مولاي، وبيشرفني أقدم لك سفننا الحربية الجديدة. من إمتى أنت هون نصوح؟ أنا أجيت من الليل مولاي وتدربت شوي. طيب هات ورجيني شو اخترعت. فخامتك لساتني من مبارح عم فكر بطريقة عملية نقدر ننقل فيها الخيول. هلأ بالنسبة للجنود بيعبروا نهر تونا بالقوارب، وكمان المدافع بنفس الطريقة، بيبقى الخيول. وجودها فخامتك ضروري كتير مشان المعارك البرية. هذا كل شي هلأ، ورح أبذل جهدي حتى لاقي حل مشان ننقلها. السفن الصغيرة صارت جاهزة وجربناها وسرعتها ممتازة. شو رأيك أحمد باشا؟ هاي السفن اللي حلم فيها إبراهيم صارت موجودة، بدي تتأكد من وضعها. مولاي هي قوارب صغيرة وما بيجوز نسميها سفن، هذا ما بيليق بقوتنا البحرية. إذا بتسمح لنا نحط لها اسم جديد. ما بيهمني شو ما كان اسمها يا أحمد باشا، سرعتها وقوتها هو المهم. امشي إبراهيم لنشوف اختراعك. نصوح دعا. خلينا نشوف إذا بينفعك إبراهيم يا فخامة السلطان، مو شاطر غير الدافع عنه. ما بيصير يا باشا، إلي يومين ما بينت، معقولة لساتها عند السلطان؟ وشو دراكي إن عند السلطان؟ يمكن هلأ تكون بالبحر والسمك عم ياكل فيها. لا مو هيك القصة، بتكون مطولة لسانة وقاطعين ليا، ما بتعرف بإيدين مين علقانة، مفكرة كل مرة رح تسلم الجرة. عايشة خانو، شفتيها لهيام؟ نقلوني على غرفة تانية وما عاد قدرت شوفها، قال إنها مرضانة كتير وخافوا تعديني بمرضة. أيوة، ليش هيك صار معي؟ بابا، هديك المرة الحية ضربتني، بس أنا بوعدك إنه أقتلها. وشي سليمان ما رح يتطلع فيني. شو هو مهم؟ تعي عدي، خلاص يا تعي عدي، اتركوني. عدي انتي ما لازم تقومي وتختي. عدي عم قولك تصرخي؟ خلاص اهدي اهدي، بعدوا عني. عملك وشك ما لا تصرخي. يا الله يا الله،
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كأنها تقرأ قرآن. منزل الذي يشفى. مولاي، حجم السفن الضيق اللي شايفه بيخليها تتحرك بسرعة كبيرة وتتحمل وزن كتير تقيل. بالنسبة للمجاديف والشراع رح يضعفوا سرعتها، يعني هالسفينة ممتازة لحملتنا. ما شاء الله ما شاء الله. بس مع هيك لا تهمل فكرة نصوح اللي قبل شوي قدم لي إياها. هذا الزلمة ذكي ويمكن يقدم لنا شكل قوارب جديد. هالنهر رح يكون حمله كتير كبير. إبراهيم، بلشت فكرتك بالمزح بس والله قدرت تحولها لحقيقة. فعلا هالشغلات الحلوة هي ما بتطلع إلا من واحد مثلك. رح نقترح على قائد القوات البحرية ينصبك قائد قوات عسفن هالأسطول الناعم. إذا الدولة العالية بتكلفني بهالمهمة بيكون شرف لإلي استلمها وحقق النصر لجيشنا. المنصب مو مهم، بس الأهم تكون مخلص بعملك وما تتقاعس عن خدمة الدولة. السلطان طالب يشوف ويان خانم، جيبها فورا. شو ما سمعت شو حكيت؟ سمعتك إبراهيم باشا، معقول ما سمعتك؟ لكن يلا بسرعة روح جيبها بسرعة تحرك. حاضر على عيني. شربي هي من إيدي، لا تعصبيني هلأ. يلا بقى عم قلك لا تعصبيني، شربيها شربي. استغفر الله. يا مصيبتنا يا درة، شو بدنا نساوي؟ السلطان طالب هيام، كيف بدنا نبعتها بهالحالة؟ شو بدنا نساوي؟ بظن حل هالمشكلة عندي. شو في إبراهيم؟ خير؟ سنبل رجع من عند الحرم لك. قال هيام خانم مو حابة تيجي اليوم، قال لي وضعها ما بيسمح لها. هيك قالت له. اغفر لي مولاي. شو هالوقاحة؟ هذا أمر فورا خليها تجي. وينك لهلأ؟ شو عم بتساوي كوسر؟ الأمير مصطفى تأخر لحتى نام مولاتي. هلأ روحي شوفي لي هالجارية قامت على حيلة؟ عرفي لي كل التفاصيل وارجعي فورا، بدي أعرف شو عم بصير. ما بتأخر، رح شوف لك وارجع فورا. شو صار؟ ليش ما اجت معك؟ أنا كتير آسف يا إبراهيم باشا، والله وبالله اتدخلت عليها وما ضل غير وطي بس لرجليها. بس عبس ما رضيت. شو يعني ما رضيت تجي؟ ها؟ زنبول، شو هالجارية جنت يعني؟ السلطان سليمان عم يستناها. اللي شوفي شو صاير. لا شوف إلي، أنت شو مخبي عني؟ دستور جلالة السلطان المعظم سليمان.
انت كيف بتخالفي اوامري؟ طلعي فيني وجاوبيني. لان وشي تشوه، ما عندي لي بسلطان مثلكم. ما فهمت شو قصدك. ارفعي راسك بلا ما تطلع فيني، مشان الله بلاها. هيام، مولاتي السلطان اجى على الحرم لك، بخاف يفوت لعند ألكساندرا ويشوف شو صار فيها. مين عمل فيك هيك؟ مين اللي تجرأ؟ بس قولي مين اللي عمل فيك هيك؟ لا تبكي، بس قولي لي والله غير أخذ له روحه كرمالك. نايت، ناهد دوران. درة تعال شوف، خدوها على جناحي فورا وجيبوا لها الحكيمة وبعدين بحاسب. أكيد هلأ بتكون عم تشتكي له علي وعم تقنعه وتقول له إنه هي مظلومة وبريئة. يا خوف قلبي السلطان يصدق كلام هالجارية. الليلي شو لازم أعمل؟ انتي تعملي هيك؟ انتي السلطانة ناهد دوران، مرتي وام ابني. جاوبيني، كيف تجرأتي تعملي هيك؟ مولاي انتي كيف بترفع ايدك على وحدي من حريمي؟ وهالايد كأنها انرفعت علي انا. من هاللحظة لا بدي شوفك ولا حتى ألمح خيالك. مولاي هيك بموت؟ طول ما أنا عايش ما عاد بدي أسمع صوتك. أنا فعلاً مالي مصدق. علاقتنا انتهت وما عدت تعني لي شيء. هيام، هيام، شو في هيام؟ بس على مهلك عليها، احكولي مين يلي شوها؟ ما في شي وقعت بالحمام، يلا اجا وقت النوم، الكل على فرشته بسرعة. أمي شو اللي جاب السلطان لعندي بهالوقت؟ أكيد أنت بتعرفي أنا ليش جاي هلأ. ما بعرف والله، قلي شو صاير شغلت اللي بالي؟ بيتعلق بالحملة؟ لا لا أبداً، عن قريب رح نبلش بالحملة.
مشكلتي الأساسية هي ناهي الدوران. تحسب حسابك من بكرة الصبح، مصطفى ابني بيضل عندي وهي بتبعتوها على القصر القديم ببيازيد، ما بدي اياها تبقى قدام عيوني، مو طايق شوف خلقتها بنوب. سليمان شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ لا تخلي عواطفك تحكمك، ناهي الدوران بتكون مرتك، ولا تنسى انها ام ابنك كمان. هالشي ما صار بدولتنا من قبل ابدا، وهاد بعارض تقاليدنا والعدل والعادات. والله بعد اللي عملته اذا بدي يكون عادل لازم اقطع له راسه قدام كل الناس، هذا هو العدل. وهلأ أنا أخذت قراري، ومستحيل إن تضل دقيقة واحدة بعد اليوم بالقصر. غلطته لازم تتعاقب، وهي عقوبتها. أنت منيحة؟ عم يوجعك شي؟ بس شفتك كل وجعي راح. بوعدك حبيبتي أحميكي حتى من النسمة، راح خبيكي بقلبي. يلي رح يتجرأ يلمس شعره من راسك رح أقدمه قدامك. أنا ما إلي غيرك، لا تتركني. هويام ما إلي غيرك، بس روح من عندك ببهدلوني وبيضربوني. أنا وعدتك رح أحميكي ورح أعالجك ليرجع هالوش الحلو مثل ما كان. مولاي الحكيمة وصلت وعم تستنى برا على الباب. هلا غفياني ما رح فيقها، خليها تروح وترجع لعندها بعدين. إبراهيم صرفها وارجع لعندي. أول مرة بشوفها هيك لهويام خايفة ومرعوبة، بس ضميتها حسيتها عم ترجف مثل العصفور. شو اللي خلى ناهي الدوران تفقد أعصابها وتتصرف مثل مجنونة هيك؟ العشق بيخلي الواحد يفقد أعصابه، بجوز جن كمان، وبيخلينا نرتكب أخطاء بتخجل، بس دائما منستنى المغفرة من الحبيب. مستحيل أغفر له طول حياتي، لأني كل ما شفتها قدامي وقتها رح أتذكر اللي ساوته بهيام ورح أكرهها أكتر. الأفضل إلي وإلا ما عاد شوفها نهائيا. أنت متأكد مولان؟ إيشو هالعشق هاد؟ العشق بيعمل هالدرجة
معقول العشق يخليك مجرم؟ أنا هيك عشق ما بدي إياه. العشق ما بيكون بلا احترام. سليمان سليمان يا روح سليمان أنا معك. هيام هيام وقفي قولي لي انت منيحه؟ ممتازه. السلطان عالجني، ضل فوق راسي وما تركني ولا لحظه واحده. جاتي احلى من الاول بكتير. ليش انا مو حلوه؟ السلطان سليمان اهتم فيني وكان كتير حنون معي. اي صحيح، ما قلتي لي كيف كان الحرم لك؟ ناهي الدوران وضعها ما منيح أبدا، عم تبكي طول الوقت لأنها سقطت الحمل وما بقى في ولد، والسلطان كتير بهدلة. بهدلة؟ كيف يعني؟ هو صرخ بوشها وعصب عليها كتير من شان يلي عملته فيكي. من هداك اليوم وهالتافهة قاعدة بغرفته كل الوقت عم يهتم فيها كأني مو موجودة بحياته. انتي بوسي ايدك وشو قفيلي لساتك هون. وقت اجا لعندي قال لي ما بقى بدي اشوف وشها بحياتي. هلا كان لازم تكوني بقصر بيعزيت. انا خالفت اوامر السلطان مشانك وانتي مو عاجبك. خلص عادي اهتمي بابنك وادعي واعملي خير وتعلمي الصبر. هالمره سممت لي حياتي، اخذته للسلطان مني. هاي المره ما جابت معها الا الشؤم، واذا ما ماتت ما رح تأذيني لحالي، صدقيني رح تأذي الكل. حاجتك ناهي الدوران، لا تجننيني. يلا روحي واهتمي بمصطفى، فكري بحالك وانسيها لهالمخلوقة. انت عندك واجبات ما بصير تهمليها. هيام خانم، مولانا فخامة السلطان سليمان بعتلك صندوق هدايا، تفضلي استلميه.
طالعوا الصندوق على غرفتي. ماريا تعالي، خلينا نطلع سوا ونشوف الهدايا يلي بعتهم فخامة السلطان. بدي تنصب لي خيمة لإلي. رح أنصب خيمي إليك وخيمي إلي. مولاي يا شو أخبار التحضيرات؟ كل شي جاهز تقريبا، والمصنع جهز المدفع يلي من قطعتين وعم يستنى زيارة فخامتكن لتشوفه. يا سلام، خلينا نروح. أكيد هلأ الجواسيس بكل مكان عم يتحرقصوا لحتى يعرفوا موعد الحملة وين اتجاهها. مستحيل يعرفوا أي شي، بعد كام يوم بس نبدأ نبعت التجهيزات، خليهن وقتها يعرفوا. بس نحنا رح ننصب خيمة وخوزة المعركة بمكانين. المكان الأول أسكودار جهة الشرق، والمكان الثاني بساحة داود باشا. رح ننصب خيمة من جهة الغرب، من الشرق ومن الغرب. رح خليهم يضيعون.